مخلصين من أجل البناء سادة وعلماء، مخلصين من أجل مصر، مخلصين علشان نختار رئيسنا، مخلصين علشان نعمر بلدنا، مخلصين علشان مصر أم الدنيا تبقى قد الدنيا. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا النهارده يوم بقدر الله من ايام كتير قوي جايه في مصر، والحال اللي احنا فيها كلنا حاملين شمعه، محدش في مصر تاني غير من بره، كلنا حاملين شمعه، كلنا حمامة المكان اللي احنا فيه، كلنا هنخلي مصر تنور بينا. لاول مره في تاريخ الشعوب العربيه، ويمكن الشعوب العربيه، شعب بيختار من شخص اللي يحكمه، شعب ينزل بالملايين علشان يقول لشخص واحد من فضلك كن رئيسا لجمهورية مصر العربية. فاحنا النهارده بنكتب تاريخ جديد، التاريخ ده ما اتكتبش قبل كده. احنا النهارده بنعمل او بنعلم العالم كله تاريخ جديد. مش هطيل عليكم الكلام، ولكن اعتز واتشرف ان انا موجود النهارده بدعم المشير المحترم عبد الفتاح السيسي، ودعم اي قيادة من قيادات الجيش المصري اللي بتسهر الحدود، واحنا جايين في جهودنا الاسبوع اللي فات. السلام الان عينانا كما صنع الله، عين البيت تحرس في سبيل الله، وعين بكت لخشية الله. يبقى الشهيد اللي يقول على الكلام ده هو شهيد بجد، مش الشهيد اللي ينزل يقفل الاشارات ويقول رابعة ونحن بندور على الديمقراطية والشرعية وما الى ذلك. تحية الى المشير عبد الفتاح السيسي، وفقه الله الى منصبه ورضاه، وان شاء الله قريبا نحتفل بنجاح المشير عبد الفتاح السيسي. محمد عبد الفتاح مصطفى راعي المؤتمر ومؤسس حركه مخلصون، ايضا رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، فليتفضل بكلمه. شعب مصر العظيم، في لحظات فارقه من تاريخ الامم والشعوب والافراد، تكون هناك قرارات وليده الحاله، ونظرا لان الحدث جلل والمرء طفل صعب والوضع جد خطير، حيث دور مصر بفتره عصيبه تحتاج الى تضافر الشعوب الجنود للخروج من هذه الازمات الاقتصاديه والسياسيه كما هي. لذا وجب علينا وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته امام نفسه واولا وامام المجتمع. من ايماننا الاكيد انه لا يبني مصر الا ان اول الشرفاء للخصوم الذين لا يبنون جهدا في رفعه بلدهم، ومن هنا كان واجبنا ان نقول راينا ونبني بدمنا لصالح العام دون تحيز او مجامله. المصريين الكرام في كل مكان، اسمعت معنا ما يتم العديد من اساتذه الجامعات والاعضاء ورجال الاداره والتعليم والقيادات العماليه والنقابيه والعاملين في الخارج، وتم مناقشه هذا الاقتصاد المتردي والبطاله التي تفاقمت والامن المضحك والحاله السياسيه لمصر وما يحاك لها من مؤامرات من الداخل والخارج. وراينا تداعي الحاقدين والمتربصين على مصر، ورأينا تداعي الحاقدين والمتربصين على مصر، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، لا لأننا قلة ولكن لأننا مرزقون ومتصارعون. حولنا الحرية إلى فلاح، والعمل والإنتاج إلى بطالة، ومن خلال استعراض الانتخابات الرئاسية واقتراحات كلا المرشحين للرئاسة دون تشكيك أو ميل من وطنيين أي مهم، فكلاهما وطني يسعى إلى قمة الوطن. وبعد استعراض الرؤى الشعبية من واقع الشارع المصري من شبابه وشيبه، انتهى الاجتماع بعد النقاش مع كوادر الحركه على مستوى كافه المحافظات المصريه والمصريين بالخارج، وقد تقرر بالاجماع تأييد المرشح الرئاسي السيد المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسه جمهوريه مصر العربيه. ندعو فيها الله ان يوفقه ويجزيه الصالحه ان شاء الله باذن الله. مصر امان، مصر ليكم فيها. حركة مخلصون لن ننتمي إلى حزب، لن ننتمي إلى أي مجموعة أو أي طائفة، ولكننا شعب مصر مخلصون، أساتذة وعلماء ومتخصصين في مجالات مختلفة، نعمل في جد واحترافية شديدة. ليس لنا هدف إلا دعم مصر، ودعم مصر لا يأتي إلا من خلال دعم السيد المشير السيسي، لأنه هو الأقدر والأوفر والأحسن لقيادة مصر في هذه الفترة العصيبة، مع مجموعة كبيرة من الأساتذة والعلماء الذين يستطيعون أن يفعلوا وأن يقولوا ويفعلوا ما يقولون من خلال الإمكانيات المصرية المتاحة ومن خلال الموارد الطبيعية والشباب والعقول المصرية الموجودة داخل مصر وخارجها. لدينا الكثير الذي نستطيع أن نظهر به بمصر فيه اقتصاديا واجتماعيا. لو
وجدنا الرؤية السليمة، لو وجدنا القيادة السليمة التي تقودنا طبقا للرؤية السليمة الموجودة، لدينا خطط واستراتيجيات عظيمة تستطيع أن تنهض بالشعب المصري وتحل المشاكل جميعها، بداية من مشاكل الطاقة، مشاكل الاقتصادية، مشاكل السياسية، مشاكل الاجتماعية في فترة وجيزة جدا طبقا لمبدأ الإدارة المتبع في العالم كله، وهو الإدارة الاستراتيجية وطاقة الأداء المتوازن الذي يقودها في مصر الأستاذ الدكتور هاني الحفناوي أستاذ الإدارة الاستراتيجية، والذي استطاع أن يعمل بهذه الإدارة تحديث لجميع المناطق والبلاد التي زارها وعمل فيها ولم يتخذ بها في مصر، يستطيع أن يوفر 100 مليون دولار في مصر خلال 3 شهور.